الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طيب عندنا شعب الإيمان فصل في البكاء عند قراءة القرآن. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه هذا حديث سند صحيح. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. وفي رواية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وبصدره أزيز كأزيز المرجل. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء. قال قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء. فلما بلغت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يوم أذي يود الذين كفروا وعصوا الرسول تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال له النبي حسبك. فرأيت فنظرت إلى عينيه فإذا هما يزرفان. وعن عبد الرحمن بن سائب قال قدم علينا سعد بن مالك بعدما كف بصره فأتيت مسلما فانتسبني فانتسبت يعني قال ما نسبك؟ قال فقال مرحبا بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نعم نزل بحزن وكآبة فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغنى به فليس منا. وهذا حديث فيه نظر في أسانيده نظر. الأول أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي يعرف الأسى أو الغضب أو الحزن على وجهه لكن ما كان يبكي يعني ما كان يبكي كثيرا بأبي هو وأمي. وقالت لكنه عندما كان يقرأ القرآن قال وجدت أو قال سمعت أزيز كأزيز الرحى من البكاء. وهذا يعني يتمثله كثير من ممن يعني تدبر القرآن أو تعلم القرآن. وأكثر ما ييسر للإنسان هذا الباب إتقان التفسير وإتقان اللغة وأيضا إتقان أبواب الأسماء والصفات. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب بل هو أرق الناس قلبا وأحسن الناس وأنقى الناس قلبا. ولا أحد يتأثر بالقرآن هذا التأثر إلا من كان رقيق القلب ونقي القلب. أبو بكر رضي الله عنه كان بكاء جدا ولذلك لما صلى في فناء البيت عندما أجاره ما أذكر من أجاره فقالوا له إما أن ترد جوارك وإما أن يدخل بيته يعني لا يقرأ أمامنا. فكان إذا قرأ التف الناس وجاءوا إلى بيت أبي بكر يسمعون القرآن منه وهو يبكي. وكان رجلا أسيفا كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مر عمر فإن أبا بكر رجل أسيف يعني بكاء. أيضا في الرواية عن مطرف بن شخير عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وبصدره أزيز كأزيز المرجل. وهذا كما قلت للتدبر التدبر والبكاء في هذا الباب له ما له من القيس العميم لمن تدبر كلام الله جل في علاه. ابن مسعود قال قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره ولذلك هو قال لابن مسعود اقرأ على القرآن قال اقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن يقرأ أن أسمعه من غيري. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من غيره. ولطالما مر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا يقرأ القرآن فقال رحم الله فلان قد أذكرني آية كنت قد نسيتها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي نعم لما مر وجد ابن مسعود يقرأ القرآن استوقفته قراءته ورآه يدعو فقال سل تعطى أو سل تجب. وأيضا لما مر على أبي موسى الأشعري سمعه وهو يقرأ القرآن تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته وقال إن هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فالنبي يحب أن يسمع القرآن من غيره وذلك سمعه من عبد الله بن مسعود. فلما قرأ عليه وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
يوم ذي يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فلما بلغ هذه الآية قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله بكاء حتى نظر إلي ابن مسعود يتعجب. ولذلك قال علماؤنا هجران القرآن ليس هجران قراءة فقط، ليس هجران قراءة فقط، ولكن هو هجران قراءة وهجران سماع كما أيضا، وهجران سماع لأنه إذا سمع تدبر، وإذا تدبر خشع، ولأنه في الآيات عندما يقرأ ينشغل بالقراءة حتى يصل إلى تمام حفظه. أما إذا كان يستمع فإن الاستماع يعينه على التدبر، الاستماع يعينه على التدبر. بقول إن هذا القرآن نزل بحزن وكآبة فإذا قرأتموه فابكوا، كان الشافعي يقول التحزين من حسن القراءة أو من حسن التلاوة. فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا. وفيه حسن الأداء في القرآن، وهذه مادة التحزين وهو يقرأ. قد أقول أن القراءات المقامات لها 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 بعض الوزن في هذا الباب عند القراءة كما قلنا، إلا أن يلحن بها صاحبها أو أن يخطئ لفظا فيكون اللحن تغييرا للمعنى، أو حتى يعني مراعاة المقامات لا يعطي للتجويد حقه في هذا الباب. فنقول المقامات دون أن يكون فيها اللحن ودون أن يكون فيها التمطيط، فالحق أنه قد يفيد جدا. هذا على طريقة القراءة فإنها تؤثر في الناس، ولذلك الشافعي قال من المستحب أن يكون فيه تحزين عندما يقرأ، يكون فيه تحزين. هذه أيضا تأتي بالتمرس، هذه المسألة تأتي بالتمرس، فبالتمرس يمكن الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة. الفاظ المستنبطة: تدبر القرآن واجب عندما انشغل بالقرآن، صار فرض عين عليه. حسن التلاوة تؤدي إلى رقة القلب فتدمع العين. على المرء حمل النفس على البكاء حين قرأت القرآن، على المرء حمل النفس على البكاء حين قرأت القرآن. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.